عصام الدين الفتيتي سائق قطار، كل مرة في تونس يثير ضجة بملف يجبدوا، وكل مرة معناتها ونقابلونا نلقاوه مدجج بالوثائق، وكل مرة تقول لي راني عندي جديد. جديدك شنو؟ صحيح الجديد أن المرة اللي فاتت سي بوزيد وقت تحدثت معاك لهنا في شارع الحبيب بورقيبة 25 جويلية 2021، أنا نخدم في الشركة الوطنية، نخدم في الشركة الوطنية، وتكلمت في السكك الحديدية وتكلمت على ملفات الفساد، باشروا تو فيها التحقيقات، الملفات الفساد هذه كملت، وأنهوا الخبراء أنه أدانت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وأقر البرلمان في اللجنة المالية، أو باش نوري لك سي بوزيد، أنه معناها المديرين هذوما والمسؤولين فاسدين، أنا مبلغ على الفساد وغيري مبلغين على الفساد، كيفاش أنا اليوم، سامحوني بشوي، كيفاش أنا اليوم في سنة 2024 مطرد من الخدمة؟ ها باش نوري لك، ها باش نوريك الوثيقة باش تفهم يا سي بوزيد شنو صاير لنا، ورئيس الدولة هو يكافح في الفساد واللي يكافحوا في الفساد يطردوا فيهم، افهموا شوية باش نسمعوا بعضنا. ها هيك إحالة إلى مجلس التأديب، إحالة إلى النيابة العمومية، النيابة العمومية ما عملت لي شيء، كلامي صحيح، شد الأوراق لحظة، ها باش نوريك، إلى مذكرة إلى السيد الرئيس المدير العام في 30 مايو 2022، شنو السبب سي باش تعرف الكلام صحيح؟ لقاء إعلامي مع الصحفي محمد بوزيد في موقع اليوتيوب كان بمناسبة مشاركته في تظاهرة مؤيدة لقرارة رئيس الجمهورية، نسطر تظاهرة مؤيدة لقرارة رئيس الجمهورية سنة 2021، علاش أنا اليوم مطرد؟ هذه الأولى، المديرة هذه كتبت الكستيونير كتبته بقاب خط إيديها، وهي مش عرفتي، هي مديرة الشؤون القانونية. هذه المديرة كش كتبها هاي تو، اش كتبها أنا وزميلي هاي تو، وقع إيقافها في الحبس. هي تو 25 ديسمبر سنة 2023 شدت الحبس، وهي اللي عملت فيا الرابور، وأنا تو راني مطرد يا سيادة رئيس الجمهورية. الناس هذه اللي تسند فيك راهم غدوا باش يطردوهم من خدمهم، وهذه لولاءات حزبية ولولاءات في الانتخابات باش يقولوا هاك اللي ساندوا في الرئيس يطردوا فيهم. أنا الملف نتاعي راهو عند رئيس الدولة، راهو عيب نتكلم كلمة حق، ها باش نوريك البرلمان كيفاش يقر كلامي. شدك يا لحظة، ها باش نوريك بالوثائق بكل شيء، ها في البرلمان لجنة التقرير، تقرير اللجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية، تمويل مشروع تجديد وتطوير السكة الحديدية التونسية. المشروع شو يقول خويا؟ يقول اهتراء البنية التحتية لشبكة السكة الحديدية، عدم تلائم الخصائص الفنية، اهتراء البنية التحتية لشبكة السكة الحديدية، وكثرة حدوث خروج القطارات على المسار، وكثرة حوادث خروج القطارات على المسار، عدم تلائم الخصائص الفنية لشبكة السكة الحديدية الفوسفات قضبان 36 راي 36 وقضبان 46 راي 46 مع المواصفات الفنية للمعدات الجر الحديثة. أنهم معدات جر حديثة؟ باش نفسر لك خوي، هم معدات جر الحديثة، سامحني السيد خذل والورقة، هاي معدات جر الحديثة. القاطرات هذوما أكلي قلت أنا أرزن من السكة، عرفتهم قالوا لك سنة كذبوني، توا كذبوا في التقرير في البرلمان، هام الماكينات ولوا يتقلبوا من القناطر، توا هام يتقلبوا الماكينات من القناطر. السؤال اللي نحب نقول للرئيس الدولة، فما 15 ماكينة توا مكسرين، رام جاو 2019 سمهم 220 مليار مكسرين، يا رئيس الدولة تمشي لدب وصفاقس تلقاهم، أنا شنو ذنبي توا؟ الماكينات طلعوا رزان وطلعوا مكسرين وخذوا كريدي 330 مليار ولا اكثر باش يصلحوا الخطا نتاعهم، خاطر جابوا ماكينات ارزن وتو باش يصلحوا السكه. هل يعقل انا مطرد والمديرين هذوما يزيد تعطيهم قرض باش يصلحوا الغلطه؟ انا عذاش حبيت نوصل لرئيس الدوله. ثاني حاجه، ملف العوارض الخشبيه، ها هو انتهى العوارض الخشبيه كاللوح الفاسد اللي يحطوا فيه في السكه، ها هو لهنا صفقة العوارض الخشبية هذه يا سيادة رئيس الجمهورية 9 جويلية 2024 كتبوا عليها، تقرأ جريدة الشروق 9 جويلية 2024 ونعرف رئيس الدولة يقرأ الجريدة. ها وش حاطين فيها؟ ها وكعصام الدين الفتاتي، ها هيك العوارض الخشبية، شد الورقة من اللوت، ها هاوك من فوق اش كاتبين؟ ثلاثة خبراء بالكاميرا بالله زومي عليها لهنا، ثلاثة خبراء، هبت الميكرو باش يصور، ثلاثة خبراء أنهوا الاختبار وأدانوا المسؤولين بالشركة الوطنية، الصفقة 3 مليارات، تثبت في ثلاثة حوادث، تقسم من ترامب 16 مليار، وأنا عصام الدين الفتاتي مطرد تو بلا الشهرية عندي عامين.
ما علاش؟ معناتها احنا تو نسدوا في الرئيس غدوه باش يتعصفوا علينا ويطردونا من خدمنا؟ هاو اللي لازم يعرفوا رئيس دوله، المبلغين، رانا عملنا وقفه قدام وزاره العدل 3 ايام، المبلغين الكل، هذا زميلي مبلغ، ها وقف تو يشد لي في الاوراق مبلغ، ومطردين من خدمنا وكذا، باه. اه اوكي عصام الفيتاتي وانا اللي بلغت على اللوح واللوح واشرف بن عائشه شو هنا بن عياد زاد البترول موافق تكلمت على البترول زاد واسامينا عندهم في القصر الغادي احنا قالوا لنا استنوا الانتخابات يا خا هما كي طردونا استناوا الانتخابات واحنا كي جينا نساندوا في رئيس الدوله استنينا الانتخابات مو كي وقعت لنا مشكله تو يقف معانا رئيس الدوله احنا سندناه من غير ما استنينا الانتخابات ايمانا ما نستنوش الانتخابات تو لأن القضاء والقدر ما يعرفش عليه ربي قعد رئيس دولة صح علينا التوانسة الكل ما قعدش رئيس دولة شكون باش يحمينا غدوة وقت اللي هي صارت لنا المشاكل توا معناها توا ما نستناش انتخابات سيد رئيس دولة تعيط الرؤساء المديرين العامين الكل تعيط لهم قل لهم علاش طردتوا المبلغين على الفساد نكمل لك حاجة مهمة ياسر أنا اليوم مصحح عليا توفيق بوفيد الرئيس المدير العام الشركة الوطنية أنا راني نحكي على مليارات راهو راهي فما قطعة في تران أخرى ب 74 مليار اسمها جي سي ام ار هذا جهاز باش ما يخليش تران يدخل في تران ما شراوهاش المسؤولين وكتبوا موجودة في التران وضربوا ال 74 مليار تطلع في التران تلقاهم يستعملوا في الهاتف الجوال راني نحكي على مليارات بروجي لرافير 4000 مليار غالط معناها أنا تو خايفين مني لنقابل الرئيس ما خلونيش نقابل الرئيس ما فيهاش حد شيء مش باش تاخذ من وقتك دقيقتين باش نعطيك ملفات ونقول لك سيد الرئيس عيط رئيس مدير العام الشركه الوطنيه هذا صحح لي على الكستيونير ممنوع عليه على خاطر عارفي موقف عارفي ليش كتبيه موقف يتوقف العرف يصحح لي هو على الكستيونير الاداره تقول لك في الشركه الوطنيه عارف المباشر هو اللي يعمل الاستجواب وهذه الكتيبه هذه كتبتها مديره الشؤون القانونيه اللي هي تو في الحبس هذا الخط انا مستحفظ عليه الكستيونير الاصلي خط ايديها كتبته شوفوا بالله علاش طردت وانهي باش ما يلقوش حتى حل قمت باذاعه مضامين ملفات والله ما نعرف عليها شنيه ما قالوش شنيه ذات الصله بنشاط الشركه ما نعرفهاش الملفات شنيه مع تنزيل وثائق اداريه وكشف مواقع مهنيه، جاني قاضي التحقيق قال لي عصام وين موجود اللوح؟ بتسخير. خرجت وريت قاضي التحقيق اللوح وين موجود؟ يحبوني نكذب عليه، هذه تسمى كشف مواقع مهنيه، جيت مع الحق، هاي كشف مواقع مهنيه، صور شخصيه لمسؤولين مع التعرض بالذكر لاسماء. مش اسماء، ما سميتش اسماء، سميت الحرف الاول، سميت الحرف الاول الحرف الاخر نتاع 6 مديرين هاربين من العداله، الاداره الدافع على مديرين هاربين من العداله، 6 مديرين. في ملف المحركات هذا مش لوح ومش ماكينات فما موتورات موجودين في الديوان شريتهم تونس خلوهم في الديوان المديرين عامين رقدوهم وعملوا ابل دوفر باش يعاودوا يشريوا نفس المحركات هما بيدهم مشيت شكيت بها مشاو باش ياخذوا الفلوس قالوا الموتورات موجودين علاش تاخذوا في الفلوس يا اخي هما هاربوا من العداله ملف المحركات الاداره تدافع عليهم ومستجوب عصام الدين الفيتاتي باه ونشر معلومات واخبار علاوه على افشاء معطيات شخصيه في سياقات مخالفه القانون فهمتوش حاجه انا تو راني ماخذ قرار حمايه بعد الطرد الاول طردت 2016 وبقيت عام وسبعة شهور بلا شهريه ورجعت 2018 ونعاود نطرد سنه 2022 في وقت الرئيس يحارب في الفساد بالله باش نوريك قرار الحمايه اكاو هاو هنا في الكرتون هاو قرار الحمايه هاو هاو قرار الحمايه هاو منظم اخسر الاوراق يا سيد الرئيس اخسر بارافي ها منظمين الاوراق ها قرار الحمايه انا قرار الحمايه نتاعي الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد ورئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه هاكا من فوق رئاسه الحكومه كي تسكر تو الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد ما تبقى رئاسه الحكومه ولا اش ما حمتنيش رئاسه الحكومه السيد الحشاني قابلته في الجامعه ليله 27 السنه وترميت عليه في الجامعة وقلت له راني مطرد وراني بلغت على الفساد وحلفوا لي المرافقين في الجامعة ليلة 27 قالوا لي ملفك باش نعطوه لرئيس الحكومة علاش أنا مطرد فقط وراني ننبه الناس الكل هذوما اللي قاعدين تو يساندوا في رئيس الدولة والله راهم باش يتكتلوا عليكم واحد واحد إذا كان ما يع... لا هم طردوني استنى استنى هم طرد استنى استنى هم طردوني استنى 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 هم طردوني أنا هاني مطرد قدامك باه استنى استنى خلينا نكمل نقرا لك خلينا نكمل نقرا لك الفصل الاول عملا باحكام القانون الاساسي عدد 10 سنه 2019 سنه 2017 المشار اليه عليه خاصه الفصول 19 25 29 تسند الحمايه لفائده السيد عصام الدين الفيتاتي ضد الممارسات الانتقاميه
يتعين على رئيس المدير العام اللي هو حطه توا رئيس دوله، راهو حطه 2021 طرد المديرين الفاسدين، وحتى ذايا حطوا رئيس دوله باش يحارب الفساد. حطوا رئيس دوله باش يحارب الفساد، الليده هذيك كمل صح على مبلغ وطرده، مش يعرفه عند ربي كيفاش. باه اتخاذ الاجراءات الكفيله بضمان عدم هرسلته عصام الدين الفتاتي، عدم اتخاذ تدابير انتقاميه ضده، ترهيبه، تهديده سواء مباشره او بواسطه او باي شكل من الاشكال. شنو الرساله؟ رساله الرئيس الدوله، راهو المبلغين على الفساد، راهو هاني نقولها لك انا، طردوهم الكل. عيطنا يا سيد رئيس الدوله اللي قصر. كرمنا قدام الشعب التونسي، وعيط الرؤساء المديرين العامين. عيط لهم، قل لهم علاش طردتوا الناس هذه اللي خدمت البلاد؟ خاطر هو كي مشاو لقى الماء مقصوص المره اللي فاتت لقى كذا، ما هو اللي يجيبش يتكلم يطردوه تولي الناس الكل تسكت. نفس الشيء في السكه ونفس كذا، وراني نحب نقابلك وما خلونيش نقابلك.